شو العمل في حال كنتوا منخرطين في علاقة عاطفية سامة؟ ما في شك العلاقات السامة بمختلف أشكالها بتكون مدمرة على المستوى العقلي، العاطفي والجسدي، سواء لواحد من الطرفين أو حتى للتنين. والموضوع يحتاج وقت وجهد، لأنه التصرف السام هو بسبب تراكمات من الطفولة، ولازم نرجع لطفولة هالشخص ونشوف شو كان يصير معاه في حياته، ونرجع نبني حدوده الخاصة وعلاقته الشخصية اللي بتعطيه السعادة، وهذا بيكون بمساعدة معالج نفسي حتى يساعده على إعادة بناء وتطوير نماذج حياتية بتقدم له الراحة في العلاقة. بس المهم يكون عنده وعي إنه عنده مشكلة ومحتاج حدا يساعده.